في عنوان كده شفته النهارده في جورنال من الجرايد بيتكلم عن الوعي واهميته، بيتكلم عن الوعي واهميته، وبيتكلم عن مخاطر العبث الوعي ومخاطره. عنوان كده، خلينا نبدا من هنا الكلام. وانا صغير قوي كانوا بيقولوا لي انك انت ما بتحبش تسلم دماغك لحد ابدا، وده صحيح. عمري ما اتقال لي حاجه الا لما قعدت افتش فيها من غير مشاكل في الودان. تقول لي موضوع امسكه اقعد اشوفه، عرفت ادرسه لوحدي اهلا، ما عرفتش اجيب ما يخص واقعد ادرسه. عشان ايه؟ عشان محدش يلعب بدماغي ومحدش يعبث بوعي وفهمي. انا كنت عمري كله عشت كده، وعشان كده بتيجي تقول لك موضوع وتكلمني في اي موضوع هتلاقيني بستدعي الحاله دي. تقول لي حاجه ما فاتش في الكلام، عشان في ناس بيقولوا انت كلامك بيطلع من هنا في الغالب، فبيوصل لنا برضه في الغالب. دي قاعده صغيره خالص في ديننا، انا حاولت ان اكون انفذها. قاعده صغيره خالص، الصدق، عدم الكذب، عدم الكذب. لانه انا ببدا بدي عشان دي لما شفتها بتعمل فينا ايه؟ واحد ان احنا نطلق الكلام على عوامه كده، اتنين ان احنا ما نفتش في الكلام اللي بيتقال لنا، ثلاثه ان احنا ممكن نتكلم دون ان نفحص ونمحص الكلام اللي احنا بنقوله، يا ترى حجم الصدق فيه ايه؟ لان بقول كده مش انا اللي بقول، بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق. فانا وقفت قدام التحري الصدق ده يعني كتير، يعني ايه التحري الصدق؟ اتاري تحري الصدق ان انا لا اتكلم في موضوع عن حد الا ما اكون متاكد من صدق هذا الكلام. تخيل يعني يجي حد من حضراتكم يقول لي موضوع، فانا هتكلم في الموضوع ده، انا بقى هتكلم عليه ما يصحش عشان ابقى صادق صحيح وتحريت الصدق صحيح، ان انا ما فتش في الكلام، مش تشكيك في الكلام، تدقيق الكلام قبل ما اقوله، عشان انا هبقى هنا خدت الدرجه التانيه من الايه؟ من الصدق. ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يقدر عند الله ايه بقى؟ صديق. تخيلوا الكلمه الواحده دي لما حرصت عليها. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، ان شاء الله من ساعه ما الناس انا كلمتهم، انا كنت في الجيش كده، لما اكلم الظباط اللي عندي وصف الظباط اللي عندي اكون حريص على ده. لكن حتى لما ابتديت اتكلم والناس هتسمعني، والله لن اقل كلمه كذبه. انا قلت كده ليه بقى؟ لان انا شفت اثار عدم ان احنا نخلي بالنا من كلامنا ونقوله وننقله يعني بتويتر ولا مواقع مش عارف التواصل الاجتماعي ولا التلفزيون ولا الجورنال للدرجه دي. ايوه، يعمل ايه الامر ده لما ما ناخدش بالنا منه؟ ممكن يضيع امه، ممكن يلخبط مجموعة كبيرة من الناس. ده أمر أنا بس ببدأ بيه كلامي وبقول أنا قعدت مع الإعلاميين والصحفيين وكل المعنيين بالكلمة،
قلت لهم خلي بالكم بقى، لو احنا النهارده قاعدين بنتكلم وانا الكلام ده اللي انا بقوله في التلفزيون او في الجورنال كلام باطل او فيه كذب او فيه افتراء، كل من هيقرا الموضوع ده انا هتحمل وزره. طب كنت كتبت خبر على الشبكة مش صح، طول ما على الشبكة هو يعني صدقة جارية ولا ذنب جاري؟ ما ذنب جاري صحيح. انا بقول ده كبداية ومدخل للكلام في ان احنا محتاجين مع بعضنا كلنا نصدق بعض تاني ونحرص على ان احنا نصدق بعض تاني ونحط قواعد لده، قواعد الشرط انها تكون قواعد مكتوبة، لكن حاجات نتفق عليها ان احنا نصدق بعض عشان احنا مش هنحاول نضحك على بعض او نخدع بعض. احترم دايما في القرآن دايما يقول لك تدبر تفكر تأمل، ما قالكش ابدا سالم دماغك، دايما يقول لك فكر فتش، مش عشان حاجة، لأن هو خلقك بإرادة حرة، خلقك إيه؟ بإرادة حرة، وقال لك بإرادتك دي حتى أنت مش مجبور على الإيمان بيه، تخيل؟ أنت مش مجبور على الإيمان بالله، راح، بس يوم القيامة ابقى أقول له آه ولا لا، راح، يبقى حط ساعتها دافع عن نفسك وقول له انا ما امنتش عشان واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، من حقك انك تقول كده، وهو هيقيم سبحانه وتعالى البرهان، لان كل واحد فينا هيتحاسب لوحده، كل واحد فينا هيتحاسب لوحده عشان كل واحد ليه معيار عدل لوحده. ايه الكلام ده انا بقوله ليه؟ بقول لما ربنا يحط ويقول حريه الاختيار ويطلقها ويحط آليات تحافظ عليها اللي هي انك تفكر وتتأمل ويحط آليات الصدق ويدعمها ويعضدها عشان يضمن ان حرية الاختيار تبقى قايمة على أسس حق،